بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. في سلسلة سواعد النبي عليه الصلاة والسلام، هناك في مكة حينما أوجب الله تعالى هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، لأن مكة لم تعد صالحة لاستقبال الدعوة، خرج الصحابة مهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وخرج معهم رسول الله في الأخير مع صاحب أبي بكر، مع سيدنا عامر بن فهيرة خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يصحبهم عبد الله بن أريقط هذا الخريط الذي سلك بالنبي طريقا لا يتفطن إليه كثير من المشركين. فلما إن شاء الله تبارك وتعالى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بإقامة دولة الإسلام على قواعد العدل، فبنى المسجد وآخى بالأنصار والمهاجرين، ثم كتب إن شاء الله الوثيقة التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية مع كل المسلمين في الداخل ومع سكان المدينة من اليهود، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يقوم به المسلمون بمن يشاركونهم في الوطن من مهمات لدفع كل مفسدة عن المدينة وعن دولة المدينة وجلب كل مصلحة لدولة المدينة. هناك إن شاء الله تبارك وتعالى تباطأ كثير من المسلمين، إما لأنهم كبارا، وإما لأنهم نساء، وإما لأنهم أطفالا، فعجزوا عن الخروج. وهؤلاء قد عذرهم الله تبارك وتعالى في كتابه من سورة النساء: إلا المستضعفين من الرسال من النساء والولدان والرجال، الولدان والنساء والرجال الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن لم يعذروا الله تعالى سبحانه إلا النساء وإلا المرضى والطاعنين في السن الذين لا يستطيعون أن يتحاملوا، ثم هنالك الأطفال والصبيان، فهؤلاء يحتاجون إلى كفالة وإلى من يرعاهم. إذن فهؤلاء معذورون، قد عذرهم الله تبارك وتعالى، وكان فيهم من يخفي إسلامه ولا يستطيع أبدا أن يهجر من تلك الأرض، فصارت الهجرة واجبا. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين تتراءى نارهما، لأن النبي كان بريئا آنذاك، إذا قتل هو بريء من دمه، فلا يستطيع أبدا أن يؤدي الدية، وهو بريء إذا أخذ ماله، فهو لا يتكلف أبدا بدية ماله وبدفع ماله لأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر من أنذر: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى صحابي جليل قد طعن في السن، اسمه ضمر بن جندب رضي الله تعالى عنه، وكان كبير السن، لكنه يرى أن الله لم يعذره، فإن الله تعالى سبحانه عز وجل قال في كتابه الكريم: قالوا نحن مستضعفون في الأرض، قال: أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء مستضعفون في الأرض، لماذا لا تهاجرون؟ نحن مستضعفون في الأرض. إن أعظم علاج للاستضعاف في الأرض أن تترك الأرض التي أنت مستضعف فيها، فالله تبارك وتعالى جعل لكم في الأرض مراغما وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله سبحانه عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما؟ يراغم أنوف الذين أرادوا أن يذلوه بأن يتركهم إلى أرض أخرى، فلا يستطيعون أن ينالوا منه ما يريدون. وسعة، سعة في القوة، سعة في المنعة، سعة في الرزق، سعة في الكرامة، فالله تعالى سيحقق لك ترغيم أنفسهم وترغيم أنوفهم ووضعها في الرغام وفي التراب، لأن الأرض أرض الله وأرض الله واسعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ولم تكن أرض الله واسعة. هذه الأرض الواسعة إذا خرجت إليها، فالأرض أرض الله والعبد عبد الله، وحيثما وجد عبد الله عبد الله تبارك وتعالى سبحانه. أنت ترغمه لكي لا يفعل ما كان يستطيع فعله وأنت معه، لأنه يملك السلطة ويملك المال ويملك الجاه ويملك كل أدوات القوة الخشنة يفرض عليك ألا تعبد الله. لا،
خرج من الأرض، خرج من الأرض. فلما عذر الله تبارك وتعالى النساء والصبيان إلى المستضعفين من الولدان والنساء والكبار في السن، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال سيدنا ضمر بجندب وكان كبير السن قريبا، الله تعالى سبحانه عز وجل لم يعذرنا، فطلب من أهله أن يحملوه على بعير ويخرج مهاجرا إلى الله. فلما خرج في البيداء يشق الفيافي يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به إن شاء الله يستشعر كأن أجله قد دنا وأنه لا يستطيع المسير، فضرب كفا على كف وقال هذه بيعتي لله وهجرتي لله الذي أمرني، ثم قال هذه بيعتي لرسول الله وهجرتي التي أمرني النبي أن أنفذها على أرض الواقع، فمات رضي الله تعالى عنه. وهنالك من تكلم فيه وقال ضاعت هجرته المسكين، فلا هو جلس حيث كان حتى لا يعاني المرض، ولا هو وصل إلى المدينة حينما هاجر، لا إله إلا الله. فأنزل الله قرآن يتلى إلى يوم القيامة في هذا الصحابي الجليل ضمر بن جندب، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إن الله كان غفورا رحيما. فتقبل الله هجرته وكتبه من المهاجرين وكتب له أجر الهجرة كلها، الله أكبر. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث المشهور الذي ورد فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا ورد في الصحابي الذي باشر الهجرة امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله. يشاء ربك أن يخلد هذا العمل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ويتلى يوم القيامة في الجنة من قبل المؤمنين وهم يتسامرون ويتذكرون ربهم ويتذكرون أيام الخوال في الدنيا، فيحضروا هذا مجسدا في آيات الله تتلى. أي عمل هذا الذي كتب الله له الخلود ولم يعرف عن ضمر بن جندب إلا هذا العمل؟ وأيضا ورد فيه حديث رسول الله الذي يعتبر ربع الإسلام، وهو الحديث الذي يحكم مقاصد الناس ونياتهم وخلفياتهم ومنطلقاتهم، إنما الأعمال بالنيات، والتي فتح به إمام البخاري صحيحه البخاري إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صلاح الأعمال بصلاح النيات، فالنية التي تؤطر العمل إن كانت صالحة سارت بصلاحها على العمل كله، وإن كانت النية فاسدة حتى ولو كان العمل صالحا سار الفساد على صلاح العمل، فرده الله تعالى عليه. وأنتم تعلمون أن الله يقبل العمل بشرطين، الشرط الأول أن يكون صوابا، أن يكون عملا صالحا على سنة رسول الله لا يكون بدعة، والشرط الثاني أن يكون خالصا، أن يراد به وجه الله. وهكذا إذا كان العمل صالحا ولم يكن خالصا رده الله، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، ولن يتقبل الله عمل عبد لم يرد به وجه الله وإنما رأى به أو سمع. وإذا كان خالصا لوجه الله لكن كان بدعة ولم يكن على طريق رسول الله رده الله تعالى، فإن الله تعالى يأبى أن يتقبل عملا لم يكن عليه أمر الله ورسوله ولم يكن له أصل في الكتاب والسنة. فصلاح الأعمال بصلاح النيات عرفناها عن طريق هذا الصحابي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وقد كررها الله لأن هجرتنا إلى الله ورسوله هي هجرة واحدة لا ثانية فيها.
أما من خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة أو من مكان إلى مكان فقط لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يذكر هذا المهجور من أجله لتفاهته. فالدنيا لو ملكتها كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. امرأة تنكحها هذا هو مقصودك من الهجرة. ولذلك سمي مهاجر أم قيس لأن رجلا يقال هاجر من مكة إلى المدينة فقط لكي يتزوج أم قيس، اشترطت عليه إذا أرادت أن تتزوجه أن يهجر من مكة إلى المدينة. انظر إلى ذمر بن جندب، هجرته إلى الله ورسوله خلدها الله في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكتب الله الأجر إلى يوم القيامة وجعله نبراسا يحتذى به وأسوة يقتدى به وقرآن يتلى في الدنيا والآخرة مجسدا هذه الرحلة الربانية التي علمها الله من فوق سبع سماوات وخلدها قرآنا إلى يوم القيامة، وخلدها رسول الله في حديث يعتبر ربع الدين افتتح به الإمام البخاري صحيحه صحيح البخاري رضي الله عن جميع من خدم هذا الدين. الله أكبر. ومن هذا الحديث نتعلم، ومن هذا الصحابي نتعلم، ومن هذه الآية نتعلم. انظر، نتعلم من صحابي كان سببا في إنزال آية لصدقه، وكان سببا في إيراد حديث هو حديث عظيم. قال فيه الإمام الشافعي يدخل هذا الباب باب النية في 70 بابا من الفقه. الله 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 الله. ولذلك فإن هذا الحديث عظيم، وما فعله هذا الرجل أمر جلل. وسأختصر إن شاء الله بعض النقط. أولا، نية المؤمن عند الله خير من عمله، فينبغي أن يمتلئ قلب الإنسان بالخير ومحبة الخير للناس، وهذا هو القلب السليم الذي سلم من الغل والحسد والبغض. فليكن مقصدك وجه الله تعالى في كل حركاتك وسكناتك وفعالك وأعمالك وحركتك في الكون وتصرفك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلو أنك أدركت ذلك فهماً وتغلغل فهمه إلى قلبك وصارت خلفيتك التي بها تتحرك ودافعك الذي يدفعك في الطاعة وغايتك التي تعيش من أجلها، فأنت العبد الرباني مصدرا وغاية ووسيلة. هذه الأولى. الثانية، أن العمل بإذن الله تبارك وتعالى الصالح إذا لم تكن تؤطره مقصد طيب وهو وجه الله يرد عليك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ابتغاء مرضات الله. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، أنك إن شاء الله تريد أن تعمل العمل الطيب فتبدأ وتشرع في العمل به وتنفيذه، لكن تموت دون أن تتممه، فعند الله أجرك تام 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 تام. والدليل هو هذا، ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله لكن لم تتم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأنت لو نويت أن تعمل عملا طيبا وشرعت فيه فإن الله تعالى إذا حيل بينك وبينه وبين إتمامه يكتب لك الله الأجر كله. الرابعة، لو أنك عزمت أن تعمل العمل الخير ولكن حيل بينك وبين أن تشرع فيه، هذه ما بديتش كافة، فإن الله يعطيك الأجر كاملا إذا حيل بينك وبينه حتى ولو لم تشرع فيه. لا حسد إلا في اثنتين، منهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في علم ماله بعلمه ويصل به رحمه فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤت مالا يقول لو أنني أوتيت مالا لفعلت فيه فعل فلان فهو بمنزلته. أو ما يقدر حيل بينه وبين ذلك العمل، لكن يعطيه أجر من يعمل ذلك العمل بهذه النية. الله أكبر. خامسا، أن العمل يكون صغيرا إذا حضرت فيه النية الصادقة
فهو يربيه وينميه ويعظمه ويجعل إن شاء الله تبارك الصدقة بشق تمرة يلقى الله تعالى وهي جبال من الحسنات، أي أن النية الصادقة تجعل العمل الصغير الصالح عملا عظيما. ولقد تحدثت في هذا كثيرا وقلت إن إبراهيم قال لربه: يا رب قد علمت أن كفة الميزان التي توزن في أعمال العباد عرض السماوات والأرض كيف يمكن أن أملأها وأنا أعيش مدة قصيرة؟ قال: أنا أتكفل ملأها عبدي يتصدق بشق صدره بشق تمره يريد بها وجهي، فالله هو الذي يعظمها ويربيها لكم لأنكم أردتم بها وجه الله. سادسا: إذا غاب الإخلاص وغابت النية وغاب الصدق في العمل، فإن غياب النية وغياب صلاح القصد يحول العمل العظيم إلى عمل بسيط صغير. هذا يتصدق ويعمل لكنه لا يريد وجه الله إلا قليلا، فهو لا يؤخذ الأجر، بل هنالك من يأخذ الإثم، بل هنالك من يعذب على ذلك. وحديث الثلاثة: أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة معروفة، ذلك الذي قتل في سبيل الله يعرف بنعم الله، يعرف بنعمة الشجاعة فيعرفها فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: قاتلت فيك ربي حتى قتلت. يقول: كذبت عليك لعنتي، كنت تقاتل ليس لوجهي وإنما ليقال فلان شجاع فقد قيل، ويسحب على أم رأسه فيقذف في جهنم. هذا قاتل. ورجل أتاه الله مالا فأنفق الكثير فيعرف بنعمة المال فيقول الله له: ماذا فعلت؟ قال: أنفقته في سبيلك وما من باب للخير تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. قال: كذب عليك لعنتي، كنت تنفق لكي يقال فلان سخي فقد قيل، ويسحب على أمه نار جهنم. وهكذا العالم. إذن فضمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه من خلال هذا العمل العظيم الصادق حتى ولو لم يتمه صار قدوة للمسلمين. كلما فتحوا المصحف وقرأوا سورة النساء ومروا عن مسألة الهجرة ودورها بإذن الله تبارك وتعالى في مسألة تثبيت أركان الدين، إلا وتذكر هذا الرجل: لا إله إلا الله محمد. ولذلك أقول لكم: ضمر بن جندب علمكم شيئا واحدا، وهو: أحسنوا نياتكم واصدقوا مع ربكم، فإن الله تعالى يعطي الصادق والمخلص على العمل القليل ما لا يعطاه المخلط في العمل الكثير. عمل القليل مع صدق نية خير من عمل كثير مختلط مع نية فاسدة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.